أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تربوية وتعليمية بالمكلا وبرميفة. حملة لإعادة ترتيب باعة الخضار بمنطقة الشرق. حريق يلتهم شاحنة مقطورة في جول مسحة. أهلا بكم. نعى المجلس الانتقالي الجنوبي وفاة صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ونقل بيان نعي صادر عن المجلس تعازي ومواساة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وشعب الجنوب إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، وبحث اللقاء آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين بريطانيا والمجلس الانتقالي في مختلف المجالات والقضايا العالقة، بما في ذلك ملف الأمن والتنمية وملف الإنساني ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لاتفاق الرياض. من جانبه أكد الرئيس الزبيدي أهمية الدور البريطاني في عملية السلام في المنطقة بشكل عام وفي بلادنا بشكل خاص. وفي سياق منفصل التقى الرئيس الزبيدي بسعادة سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن أرما ماري، وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك في كافة القضايا والملفات العالقة، وكذلك ضرورة استمرار التقدم الإيجابي نحو تسوية سياسية شاملة. تمكنت قوات الحزام الأمني في مديرية موديا بمحافظة أبيان من إفشال هجوم إرهابي غادر شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة على منزل قائد القطاع الشرقي. وقال مصدر أمني أن قوة الحزام الأمني تمكنت من الاشتباك المباشر مع العناصر المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، وأوقعت العديد منهم جرحى بينهم قتيلة. وأكدت المصادر أن القوات باشرت عملية مطاردة العناصر الإرهابية التي فرت عقب هجومها الفاشل، تاركة خلفها عدد من الجرحى الذين تم التعامل معهم وفقا للأعراف الإنسانية وإسعافهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني 10 مدارس تربوية وتعليمية في المكلا وبروميفع، شملت افتتاح مدارس جديدة وإعادة تأهيل مدارس أخرى وتحسين بيئتها المدرسية وتزويدها بمعامل حاسوب ومختبرات وقاعات للأنشطة الصفية. المزيد في هذا التقرير. 10 مدارس تربوية وتعليمية افتتحها اليوم محافظ حضرموت في المكلا وبروم وميفع خلال جولة قام بها المحافظ البحسني إلى مدارس التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات، حيث افتتح مدرسة أبو موسى الأشعري بمنطقة جول مسحة موجها بسرعة إدخال الكهرباء للمدرسة التي ستبدأ أول حصة دراسية فيها يوم الخميس. كما افتتح المحافظ خلال جولته المكرسة لقطاع التعليم بمدينة المكلا مشاريع إعادة تأهيل مجمع فاطمة الناخبي بفوة، والذي يجري حاليا العمل لاستكمال 24 صفا دراسيا مع ملحقاته ليصبح أكبر مجمع تربوي في مدينة المكلا. واختتم المحافظ البحسني جولته في المكلا بافتتاح مشاريع إعادة تأهيل مدرسة السيدة عائشة للبنات والخنساء للبنين بمنطقة باعبود بالشرق وبديري للتعليم الأساسي بمنطقة باج عمان، مع افتتاح 4 صفوف دراسية جديدة بالمدرسة وإعادة تأهيل مدرسة بويش للبنات ومجمعي روكب للبنين والبنات. أعتقد أن برنامج اليوم كان حافل جدا، فقد زرنا حوالي 10 مشاريع في مجال التربية والتعليم. هذه 10 المشاريع تضمنت افتتاح مدارس جديدة وأيضا إعادة تأهيل عدد كبير من المدارس القديمة. أعتقد أن الناس تعرف جيدا أن احنا من البداية كنا مركزين على التربية والتعليم لكي ينهض هذا القطاع لما له أولوية بالنسبة للتنمية في حضرموت.
وفي زيارته لمدينة بروم افتتح محافظ حضرموت مشروعي إعادة تأهيل مجمع الرازي الذي يعد أقدم مجمع تعليمي في بروم ومجمع البنات، وتفقد سير العمل الجاري في إنشاء أول روضة للأطفال في مدينة بروم. نحن نقول ووفقا لتوجيهات الأخ المحافظ هذه التدخلات مصحوبة مع تأهيل المعلمين وتدريبهم، فقد تم هذا العام إقرار 6 برامج تدريبية تأهيلية للمعلمين، وهي خاصة بتدريب المعلمين المتعاقدين، المعلمين الرئيسيين الثابتين، إضافة إلى الوظائف الجديدة التي تم توظيفها لاحقا، وكذا وظائف 25%. وأضاف المحافظ البحسني خلال جولاته وافتتاحاته لمشاريع في مدارس التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات في المكلا وبروم بالصفوف الدراسية التي تم إعادة تأهيلها وتزويد جميع المدارس بمعامل الحاسوب ومختبرات متكاملة وقاعات للأنشطة اللاصفية وتسوير بعض المدارس وتحسين بيئتها المدرسية. تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرس سالمين البحسني عملية المسح والتهيئة لإقامة نادي الضباط الذي سيبدأ العمل فيه قريبا في الموقع الخاص باستراحة الجندي بمنطقة خلف سابقا. وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بكوادر ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وقال إنه في هذا الإطار سيتم إنشاء نادي للضباط بمنطقة خلف يتضمن إنشاء فندق ومساكن للضباط وناديين صحي ورياضي ومسبح وصالة أفراح على مراحل بعد إقرار الدراسات الفنية الخاصة بهذا المشروع الحيوي، وذلك في سياق العمل المؤسسي لتطوير البنية التحتية لقطاعي الجيش والأمن. على خلفية وقفة احتجاجية نظمها صيادو مدينة المكلا، وجه محافظ حضرموت الهيئة العامة للمصائد السمكية وقوات خفر السواحل باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالثروة السمكية، وشدد المحافظ على الأجهزة العسكرية والأمنية بمراقبة الصيادين غير المنضبطين والعابثين بالثروة السمكية والذين يعملون على الإضرار بالأسماك ومراعيها عبر استخدامهم لطرق الاصطياد ووسائل ممنوعة، داعيا للجهات المعنية في هيئة المصائد وخفر السواحل بمراقبة المخالفين والتعامل بجدية وحزم مع أي بلاغات تصلهم بهذا الخصوص. وأكد المحافظ أن إجراءات صارمة ستنال المخالفين الذين يضرون بمخزون حضرموت السمكي ويخالفون قوانين تنظيم الاصطياد. نفذ الفريق الميداني لشعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية نزولا ميداني لدورة تنشيطية وتأهيلية بمحور الضب الاستراتيجي بالشحرة، واطلع الفريق على سير برنامج التدريب على الرماية من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالوضعيات المختلفة. ويأتي أهمية هذا التدريب لتنمية مهارات الرماية لدى الجندي وكيفية التعامل مع السلاح الآلي والمعدل والدشكا. أخرجت شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت من مخازنها ومستودعاتها ممونة تموين وقود الطائرات، حيث توجه صوب مطار الريان الدولي بالمكلا لأول مرة بعد توقف المطار دام لسنوات نتيجة الأحداث التي مرت بها مدينة المكلا إبان سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ساحل حضرموت. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المكلا حملة واسعة لتنظيف وإعادة ترتيب باعة الخضار والفواكه بمنطقة الشرج بإشراف مباشر من مدير عام مديرية مدينة المكلا وبحضور مدير مكتب الأشغال وبالتعاون مع أمن مدينة المكلا. واستهدفت الحملة رفع المخالفين من الباعة وأصحاب البساط العشوائيين المتواجدين في حواف الطريق والأماكن الغير مناسبة. وشملت الحملة عملية ترتيب واسعة للشارع، حيث تم نقل أماكن البساط والباعة الرجال إلى أماكنهم التي تم تخصيصها مسبقا داخل السوق المركزي لبيع الأسماك والخضار والفواكه بالشرجة، وتم نقل النساء مؤقتا إلى الساحة المقابلة. وأدت هذه الخطوة إلى توسيع طريق سير المارة والمركبات. تعاني شوارع مدينة المكلا من تجمع مياه الأمطار بأماكن متفرقة في شوارع المدينة وعدم وجود تصريفات لمياه الأمطار بالشوارع العامة، حيث تتجمع المياه وتركز في شوارع المدينة بعد هطول الأمطار وإن كانت خفيفة.
ويتسبب هذا الأمر في انتشار الأوبئة والأمراض وتكاثر البعوض الناقل للحميات وإعاقة حركة المركبات بالمدينة. وطالب مواطنون بأن يتم التخطيط الصحيح لإنشاء تصفيات لمياه الأمطار في شوارع المدينة تزامنا مع مشاريع إعادة التأهيل التي تشهدها المدينة. التهم حريق هائل مقطورة محملة بإطارات السيارات في المنطقة الصناعية في جول مسحة شرق مدينة المكلا دون خسائر بشرية. وقالت مصادر محلية إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق الذي كان نتيجة التماس كهربائي في المقطورة التي تحمل على متنها إطارات سيارات في جول مسحة، مشيرين إلى عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية. التقى المدير العام لهيئة المساحة الجيولوجية فرح حضر موت المهندس صلاح بابحير بالدكتور أمين هجلة رئيس نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بكلية التربية بجامعة حضرموت. وأقر اللقاء برنامج انعقاد الدورة التدريبية في نظم المعلومات الجغرافية ومحاورها، وستعقد الدورة خلال الفترة من 27 من نوفمبر إلى 7 من ديسمبر، وذلك في قاعة المحاضرات بمقر الهيئة. وستشمل جميع مهندسي فرع الهيئة ومهندسي الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن وكذلك الجهات الحكومية ذات العلاقة. أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة تقرير عين منتفخات الذرة حار نار لتقييم المواصفات والمقاييس للمنتجة. وأوضح التقرير أن العين التي تم فحصها غير مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية بالمنتجة وفقا لنتائج الاختبارات من حيث ارتفاع عدد البكتيريا وارتفاع العدد الأكثر احتمالا لمجموعة القولون، مشددا على إزالة كلمة مقرمشات من اسم المنتج. وقضى التقرير بوقف خط الإنتاج وعدم بيع أو إنزال أي كميات إلى الأسواق إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحميل الشركة المنتجة مخالفة لذلك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نذكر مشاهدينا الكرام بأبرز ما جاء من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح مشاريع تربوية وتعليمية بالمكلا وبرميطة. حملة لإعادة ترتيب باعة الخضار بمنطقة الشرج. حريق يلتهم شاحنة مقطورة في جول مسحة. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.